بهذه الحلقة راح تعرف شلون تم اغتيال النائب السابق عبد الله النيباري وزوجته فريال الفريح. والغريب انه رغم هذا الاغتيال المتهمين اليوم خارج السجن والنيباري بنفسه اعفى عنه. بعد بحث عميق اقدم لك هذه الحلقة. التخطيط لاغتيال النيباري وزوجته كان من بعد ماني قايله مستحيل انك تسقط المرسوم من خلال المجلس. المجلس لن ياتي الا مجلس صديق للحكومة. السلطة التنفيذية تعد قانون الانتخابات الذي ينتج ويصنع. المجلس التشريعي الذي من أولى مهماته مراقبة الحكومة. العدل. إذا بدنا نبدل الظالم بالمظلوم مش صعب كتير. سلمان الرومي سجن مؤبد. عبد المحسن الرومي براءة. عبد الهادي ومحمد أربيلي سجن مؤبد. تحذير: ما ستشاهدونه الآن لم يعرض إطلاقا من قبل. كيف تمت محاولة اغتيال النائب السابق عبد الله النيباري سنة 1997 من قبل 3 أشخاص، ورغم محاولة الاغتيال تم الإعفاء عنهم بعدها. أدلة وبراهين تعرض لأول مرة. حسين يفكر. مشاهدة ممتعة. مثل حكيته يا عرب الكويت تحترم. يمكن الكثير ملاحظ ان انا بالفتره الاخيره وايد مركز على الاغتيالات في اختياري بالحلقات، تحديدا للاغتيالات اللي صارت بالكويت، والسبب لان المعلومات فيها بالانترنت قليله جدا. الرجوع للكتب والصحف هو الاهم بالنسبه لي، واني اخلد اللي اقدر عليه من معلومات. ومن جانب اخر احب لما اتناول موضوع اكون متاكد من مصادري ومراد. عموما انا متاكد ان في ناس وايد ما يعرفون منو عبد الله النيباري، سواء بالكويت ومن جيلنا الحالي او من الخليج حتى. طيب منو عبد الله النيباري؟ هو من مواليد 1936، تخرج من الجامعه الامريكيه بالقاهره بتخصص اقتصاد سنه 1961، بعدها تخرج دبلوم سنه 1963 من جامعه اكسفورد ببريطانيا. النيباري يعد من اوائل الناس اللي دافعت عن حقوق الانسان وجمعيات النفع العام وغيرها، اللي لها دافع كبير من حمايه الفرد من اي ضرر. بدا يتدرج النيباري وكانت له كلمة جدا مسموعة، قاعدة جماهيرية فعالة، والكثير كان متأثر بآراءه وندواته اللي كان يلقيها ضد الفساد وضد أي شخص يحاول إنه يستغل المال العام. وكان عضو مجلس أمة بكذا مجلس، مو مجلس واحد، كذلك من التأسيس. وكان معاه أحمد الخطيب وسامي منيس، رواد السياسة والحركة الفعلية بالكويت. نقدر نقول إنهما أعضاء الحركة التقدمية. يمكن في مصطلحات أنا قاعد أقولها أنت مو فاهمها، بس صدقني راح أبسط لك كل شيء. طيب هذا كله كان مقدم. شلون تم اغتيال؟ اسمعوا، راح اثبت لك بالدليل والبراهين وبالفيديو وبالمصادر والمراحل. السنه 1997 6 يونيو، كان العم عبد الله النيباري طالع مع زوجته ورايح شاليه لاحد الاقارب، وتحديدا الشاليه كان في منطقه بنيده. اوكي يمكن احد يسالني الحين يقول لي شنو بنيده؟ هذه منطقه بعيده شوي عن وسط المدينه بالكويت، ويكون فيها شاليهات على البحر، يعني استراحات على البحر، واصحاب الشاليهات يكونون يملكون هذه الشاليهات كملك خاص. حلو حلو. طبعا بعد ما خلص زيارته في هذا الشاليه الساعه 12 او 12 نص بالليل، ومجرد ما انه هو حرك من الشاليه كأي فرد عادي جدا وهو وزوجته، كان في شخصين ناطرينه، الاول اسمه محمد اربيلي والثاني اسمه عبد الهادي اربيلي، وهم اخوان بالمناسبه وجنسيتهم ايرانيه. طيب شو اللي صار وشلون هاجموا؟ طلع بسيارته باتجاه الطريق العام، وهو قاعد يمشي عادي كان تيله سياره من ورا اللي هو المتهم الاول محمد اربيلي، ودعمه لما خلاه يلف ويدخل رمل. لما دخل رمل جت سيارة عبد الهادي اربيلي، بلش يرمي بشكل عشوائي، مو بسلاح واحد، باكثر من سلاح، الهدف قتله. طبعا اشكر زميلي المهندس عبد الله القبندي انه سوى الانيميشن عشان اوضح لكم الفكره اكبر قدر. عموما بعد الحادث على طول انحاشوا المتهم، وبالصدفه احد اقارب النيباري كان طالع من الشاليه وشافهم والناس ملتمين عليهم ولويا واسعاف، وهني عرفوا ان تم رمي عبد الله النيباري وزوجته، وانقلوهم على طول الى مستشفى العدان، وكانت حالتهم جدا جدا خطره لدرجه دخلوهم العناية المركزة على طول. بهذا الوقت حضروا الكثير من السياسيين وأعضاء مجلس الأمة، وتحديدا رئيس مجلس الأمة آنذاك أحمد السعدون، والشيخ صباح عسى الله يرحمه لما كان رئيس مجلس الوزراء، والعديد من الأعضاء من أقربهم له سامي منيس واحمد الخطيب وغيره. وكان الشيخ صباح عسى الله يرحمه مبين استياء بشكل فعلي، لانه مو طبيعي الاغتيالات قاعد تزيد بعد الغزو والاسلحه مو قادرين نسيطر عليها. لكن لحظه،
قبل الحادث بيومين كان في اتصال من قبل شخص مجهول الى رئيس تحرير جريدة القبل وهو العم محمد جاسم الصقر، وقال له بالتحديد راح نخلص من النيباري والدور جاي لك انت، وسكر الخط. طبعا بلغ السلطات بس ما توقعوا انه بعد يومين فعليا راح يتم اغتيال النيباري. ما نقدر نسميها قضية رأي عام ولا قضية سياسية، لا نقدر نقول انها قضية مجهولة، وحتى السلطات كانت تشوف ان فيها رموز جدا حساسة وممنوع الغلط بالتحقيق بهذه القضية بالذات. عموما مر وقت بسيط، طلعت زوجته بالسلامة من المستشفى، لكن عبد الله النيباري ما زال بالعناية المركزة وكانت حالته جدا خطرة، فأمر أنا ذاك الشيخ جابر عسى الله يرحمه أن يتم نقله إلى لندن لتلقي العلاج. ولكن أثناء وجوده في لندن وبعد 4 شهور من عملية اغتياله تم حرق مقر الانتخابي بالكامل من قبل شخص مجهول حتى يومنا هذا، يعني من شهر يونيو لشهر نوفمبر 4 شهور. عموما الحين يبلش الجد، من وراء الموضوع كله لو بحصرها لكم ما راح أخلص، لكن الأسماء كثيرة، بس اللي طلعوا أمام الرأي العام وتم إلقاء القبض عليهم هم كالتالي: محمد أربيلي وعبد الهادي أربيلي اللي هم أخوان يحملون الجنسية الإيرانية اللي نفذوا هذه العملية. لكن شلون تم إلقاء القبض عليهم؟ أنا أقول لك، أثناء العملية لما كانوا يحدون النيباري وسيارته ويرمونه كان في ونش واقف بأول الشارع، الونش اللي هو السطح دائما نشوفه بالطرق العامة يحرص إذا السيارة اختربت ولا شيء يكون هذا موجود يساعد الناس بنقل السيارات. وأثناء رمي النيباري هذا كان الشاهد الوحيد اللي قال حق الشرطة رقم لوحة السيارة اللي كانت لكزس بير، ومن خلال التحري عرفوا انه يطلعون الاخوان هذيل، والضغط عليهم خلاهم يعترفوا. اعترفوا على منو؟ الرئيسي كان سلمان الشملان الرومي وعادل المشيمي والايرانيين الاثنين. احكمت عليهم المحكمة كلهم مؤبد ما عدا عادل المشيمي 10 سنين. حلو حلو. طيب حيثيات الاغتيال هذا اكيد في امور غامضة، بس الحين بقولها لك وبعد ما مر وقت طويل جدا بشكل مباشر اكثر. سبب اغتيال النيبار لانه كان يبي يفضح خلية من الفساد بالكويت، وكانت بدايتها من بعد الغزو لما سمعوا بسرقة الناقلات، لانه بالغزو صارت عندنا سرقة ناقلات نفطية وبيعها خارج الكويت، وامرها جدا حساس وكبير اخاف اني اتطرق لها ادخل بسين وجيم، لكن انا للحين بسطح الموضوع. والشق الثاني من هذه الاتهام كان صفقة في وزارة الدفاع لشراء الأغذية، وكانت مبالغها جدا ضخمة، فكان النيباري يحاول كثر ما يقدر انه يدافع ويحقق مع هذه الصفقات اللي قاعد تصير، مثل ما قال صفقات مليونية. انا قاعد احاول ابسط كثر ما اقدر، لكن لما انت ترد وتقرأ تسوي سير من بعد كلامي راح تفهم انا شنو اقصد. هذا كله شيء والصدمة شيء ثاني. شلون؟ بعد 17 سنة من نطق الحكم فيهم ان كلهم مؤبد ما عدا عادل المشيمي 10 سنين، تنازل عبدالله النيباري سنة 2014، بمعنى سجن سلمان الشملان الرومي 17 سنة. وكانت صدمة بالشارع الكويتي السياسي من هذه البادرة بالذات، وطلع في 2014 14 نوفمبر، وفي شهر فبراير 2015 يعني بعدها بكم شهر طلع بيان من ديوان الرومي اللي موجود في منطقة الدعية بالكويت بدعوة عشاء لصلح بين سلمان الشملان الرومي وعبد الله النيباري اللي حاول اغتياله. وفي هذا اليوم قدم الرومي اعتذار رسمي قدام كل اللي حضروا من سياسيين وسفراء وناس لهم صيت جدا قوي بالبلد. راح احط لكم المقطع، شوفوا. وعمي وكل شيء، وانا اتاسف 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 على ما حصل مني انا على اخوي وعلى اختي في ريال الفرح. وبكذي يتسكر موضوع اغتيال عبد الله النيباري بكل هدوء، لكن صدقوني في امور غامضه. والغريب ان النيباري بنفسه يطلع بقاءات ويقول انا للحين ما ادري من المحرض الاساسي وراء اغتيالي، وهذول الاشخاص كانوا مجرد اداه. عودتكم ان انا دائما اكون دقيق بمصادري ومراجعي، فانا رحت ودورت الشارع اللي تم اغتيال فيه النيباري سنه 1997 وصورته لكم. شوفوا المقطع. تحديدا من هذا المكان كان طالع نائب عبد الله النيباري بالسياره، وهو لاف هني طالع على طريق الملك فهد، صار الاغتيال في الجهة هذه بالضبط. كانوا ناطرينه سيارتين هني. كل المصادر والأدلة والبراهين والتحقيقات والحيثيات وكل الجرائد اللي تم نشرها عن هذه الحادثة راح أحطها لكم بالتليجرام. أنا قلت لكم الموضوع بشكل جدا مختصر، لكن قراءتك للمقالة راح تغير نظرتك انت شخصيا. والاعلام سلاح ذو الحدين، في كلام ينقال وفي كلام ما نقدر نقوله بالاعلام. طيب حسين ليش انت قاعد تتكلم عن هذا الموضوع اليوم؟ لان هذا الموضوع شبه اختفى، ولكن التاريخ سجل، وفي تاريخ الاغتيالات في الكويت عبد الله النيباري ضحيه حاله حال الكثير من السياسيين.
يعطيكم العافية، أنا أخوكم حسين الفجاج. إذا تحب تتابعني في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر إنستغرام وسناب شات وباليوتيوب ما عليك أمر كنوع من الدعم، قاعد أتعب على المحتوى، قاعد أعطيك شيء راقي يليق فيه. أي موضوع تحس إنه يستحق إني أنا أبحث عنه اكتب لي إياه بالكومنت، وتأكد إني أنا قاعد أقرأ الكلام والمواضيع اللي تستحق أروح وأبحث عنها، ولازم أوصل لكم المعلومة الصحيحة والتاريخ الصحيح، وكل كلمة أقولها لها مصدر ومرجع، هذا اللي يميزني عن غيري. فما الله.